ومكملين معاكم أجواء التخرج وفرحة التخرج، وما تكمل الفرحة كمان إلا بأكيد عباية التخرج، والآن العباية بتوقيع مصممة. بعد انتهاء فترة الدراسة وسنوات الدراسة دائما تبحث كل طالبة عن عباية التخرج، هذه العباية المهمة واللي تعتبر بصمة مميزة تكمل فيها هذه المسيرة. أحيانا هنا يمكن تحتار في عملية اختيار العباية اللي مفروض أنه تختارها، أي لون ممكن تكون وأي تصميم، لكن الآن يمكن أنها في خلنا نقول ألوان دارجة، كل سنة ما شاء الله يدرج لون معين ويصير في عليه إقبال، صاروا يتنافسون لا في الموديل ولا في الشال اللي اللبس ولا بالشغل. يعني دائما إحنا لما نجيب سيرة العبايات التخرج يجيب بالنا تصميم واحد، أيه؟ الوسيعة السوداء والقبعة وممكن نتذكر الشال التقليدية العادية بالضبط، لكن أيه؟ الحين يعني نلاقي في لمسات صارت تنحط، صحيح. يعني تخليهم يستمتعوا في لبسها وتحبها أكثر وقت المسيرة. أكيد راح نتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل كثيرة مع ضيفتنا في الاستوديو المصممة انتصار عبد العزيز. أهلا وسهلا فيك، حياك الله معنا. شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا فيك انتصار. انتصار يعني الآن موسمك والآن الله يعينك على الزحمة والطلبات، صح؟ أكيد الله يعين. خلينا عن نتكلم عن عبايات التخرج، خصوصا أنها الآن صارت هوس وهاجس للطالبات ما تتخيل نفسها تكمل مرحلة التعليم بدون ما تلبسها. أكيد بالبداية يعني عباية التخرج مكملة للحفلات لنهاية الدراسة على بداية نتكلم عن اختيارها، كيف انت تختاري يعني هذه العبايه؟ هل في اقمشه معينه؟ يعني احنا ذكرنا قبل شوي انه متعارف عليه العبايه التقليديه، لكن الان في الوقت الحالي ما شاء الله صار في تنافس في الاقمشه في الديزاينات. أكيد. انت بالنسبه لك كيف تختاري؟ هل على ذوق العميله نفسها او العميل ولا على ذوقه؟ اكيد يتم الاختيار على حسب الموديل المطلوب والديزاين المطلوب واللون المطلوب. فغالبا اعتمد قمشتي ما بين التفته المطفيه والمخمل والكريب غالبا. وش الاشياء اللي نقدر نقول انها هي اساسات عبايه التخرج؟ يعني مهما بلغ من التطوير هذا الموديل المفروض في خطوط ما نطلع منها لانها هي صوره عبايه التخرج. طبيعي موديلها الدارج طبعا. يعني مهما حاولت انك تلفين يميني صار ما يتغير موديل العبايه. او اذا غيرتي غالبا المطلوب نفس الموديل. الا اذا كان في زياده في الاطراف بس ما يتعدون غير يعني هذه هي خطوط عريضه لها يعني. أكيد. طب خلينا نتكلم عن التطريزات اللي تحتويها ايضا عبايه التخرج، مثل ايش؟ يعني مثل العبايات اللي معانا الحين بنشوف في كتابات في عليها سنة التخرج، وإيش كمان ممكن يكون؟ تقريباً تطمن اسم البنت مع السنة حسب الطلب الميلادية أو الهجرية، تقريباً حسب شعارات الجامعات أو المدارس. وش أكثر شيء يعجبهم في العباية لما تضبطينها لهم، شيء يبهرهم فيها؟ أكيد اسم البنت. اسم البنت مثل ما هو موجود الان على العبايه الاولى البيضاء. اي اسم البنت والسنه. وسنه التخرج. اي اكيد. جميل. هذه غالبا كانها ثابته صح؟ إيه الاسم ثابت وسنه التخرج كانها ثابته على كل التصاميم. جميل. البنت والاسم والسنه. جميل. الاسم والبنت والسنه هذه هي قاعدين نشوفها، هذه اساسيه طبعا. أساسية. القبعه كمان. هل في تطريزات معينة مثلا على القبعة؟ تقريبا دارج خلال السنتين هذه، السنة الحالية السنة اللي راحت الدارج بالقبعات التخرج التطريز حسب اختيار العبارة المطلوبة من الزبونة. نعم. أول كانت سادة تحسينها فيها شوي يعني، حاليا في إبداعات في إبداعات. هنا العباية الثانية اللي معانا دارج اللون الرمادي صح؟ إيه حاليا اللون الرمادي للبنات. إيه للبنات وال ممكن كمان للأولاد. طيب المخمل ليش اخترتي المخمل؟ كمان عليه طلب؟ أكيد المخمل يعطي فخامة للاسم، يعطي لنفس التطريز شكل معين مختلف. جميل جدا. جميلة جدا، حتى سبحان الله يعني ألوان عبايات التخرج دائما تميل للفخامة، يعني الواحد يحرص عليها. أكيد. لأنها تظل رمز حياة ذكرى الطالب. طيب خلينا برضو نتكلم، هذه عبايات بيان ها؟ استلمتها ولا لسه؟ لا لسه. زين. طيب عباية مثلا الخريجة بيان هنا لما نتكلم انك دخلتي اللون الذهبي مع الكحلي،
ما تحسين أنه الألوان هذه قد تحكم فئة التعليم أو المرحلة الدراسية لهم؟ يعني مرحلة الابتدائي كلهم لون، المتوسط لون، الثانوي لون، الجامعة لون أيضا. من ناحية الألوان عباية التخرج، عاد أنا من عشاق اللون الكحلي، يعني إذا طلبوا مني يعني أفضله، فلا ما أحس إن يعني يتقيدون بلون معين في الفئات العمرية وال. يعني ما تنصحين بالتقيد بلون معين؟ لا أبدا. ينوعون في الألوان، حتى العبارات، أنا قاعدة أشوف أيضا في عبارة مكتوبة على القبعة، العبارات يمكن في كمان عبارات حسب المطلوب، حسب الطلب كمان، حسب الطلب بالعربي أو بالإنجليزي. جميل. طيب خليني أسألك برضو انتصار آخر سؤال، يعني أنا أحكي لك مثلا عن موقف كنت طالعة كافي قبل كم يوم، ما شاء الله تبارك الله بنات جامعة الأميرة نورة كانوا مجتمعين، ما كان في حفلة، لكن لبسهم يعطيك شعور السعادة رغم أنه أسود وذهبي، فأحس فيه تفاصيل كانت في العباية تبث الفرحة، يعني من ناحية الفينيشينج، من ناحية الأشياء اللي إحنا ممكن ما نفهمها، فهذه التفاصيل إيش هي اللي إحنا لازم نحرص عليها في هذا النوع من العبايات؟ هو بداية وجود الاسم، الاسم إيه بالاسم بعباية التخرج، إيه هذا بحد ذاتها يعني مختلف. جميل. زيادة على أنه يعني زي مختلف عن الفساتين وعن شيء معروف إنه عن التخرج. جميل جدا. يعطيك ألف عافية، شكرا لك على وجودك معنا انتصار عبد العزيز مصممة عبايات تخرج. شرفت فيك. نورتينا. كل التوفيق لك يا انتصار.